اغلبيه اللي اجونا مثلا ذول اللي كانوا مرشحين، احنا كان موضوعنا عندنا موضوع حساس يعني كخريجين، احنا قابلونا وقعدوا ويانا واحنا راح نسوي لكم كذا، اكثر من واحد حتى عندي يعني رسائلهم موجوده، احنا راح نعينكم، احنا راح نشتغل لكم، احنا واحنا سبحان الله يعني بس البارحه مخلصت الانتخابات كلها تلفونات كلها مغلقه. انا ليش ما انتخب؟ انه انا مثلا من اريد اقول دوله فاسده، حكومه فاسده، حكومه محاصصه، انه ليش ما احاول اغير ابسط شيء ممكن انه انا اغير بيه؟ ليش اطلب انه فشي تغيير وانا اصلا بابسط شيء ابسط حقوقي بهذا اليوم اللي تكون بإلي السلطه عليهم ما راح استغلها؟ ليش ما استغلها؟ ليش ما انتخب؟